شغلنا كسيطرة نوعية متابعة المواد من حيث النفاذية والإنتاج، إضافة إن إذا شغلنا بالمخازن متابعة المواد اللي بالمخازن نتابع المواد اللي داخل المنفذ من حيث الصلاحية وجودتها. تنفيذاً بتوجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم، تقوم هذه الشركة وهي إحدى تشكيلات وزارة التجارة بالمساهمة في دعم المواطن العراقي خصوصاً الشرائح الفقيرة، بدعم المواد الغذائية وفتح منافذ منذ فترة لغرض الحفاظ على استقرار أسعار السوق المحلية. عند ارتفاع أسعار المواد يتم ضخ مواد بدون أرباح وبأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق المحلية بحوالي من 15 إلى 20 أو حتى تصل أحيانا إلى 25%. مركز الحرية كلش مركز زين مال المنتجات، ودائما اجيت اتبرع معدها البيض اللحم، يعني منتجات كلها درجه اولى، والاكسباير مالها بعيد، الاسعار زينه بدرجه اولى، ويعني ارخص من الاسعار اللي برا. طبعا انا اجي هنا لها المنفذ يعني اشوف الاسعار كل زينه، وخاصه المنتج الوطني، تعرف الشعب العراقي نحب الانتاج الوطني، صار الانتاج الوطني هواي ايتمات هواي نزله وجديده، اجبان البان، فنجي هنا نشوف الاسعار كلش مختلفه، يعني اكو فرق بين الاسواق الخارجيه الماركات برا وهنا بالمنفذ.